الكمبيوتر سيكيورتي هذا تقريبا هالسلايد احنا شارحينه سابقا، نعيد عليه. الكمبيوتر سيكيورتي عبارة عن حماية بروتكشن راح اسوي حتى احافظ اسوي بريسيفنج على 3 اشياء اساسية، اللي هي الاوبجكتيف مالتي، الاوبجكتيف مالتنا اللي هي الكونفيدنشالتي والانتجريتي والافيلابيلتي. راح اسوي لها بريسيفنج، راح احافظ على 3 اشياء من الموارد مالتي نفس ما قلت لك، اللي هي السوفت وير داتا او هارد وير او تليكومنيكيشن ترانسميشن. تمام، عرفنا الكونفيدنشاليتي شلون اتاكد من البيانات مالتي سرية البيانات، يعني عملية الدخول للنظام فقط للأشخاص المخولين، أخلي الأشخاص الغير مخول ما يطلع على البيانات الموجودة داخل النظام. الانتجريتي سلامة البيانات، شلون أتأكد من البيانات مالتي ما معدل عليها أو مغيرين عليها فد أشياء معينة. الافيلابيلتي البيانات قد تكون متاحة للأشخاص المخولة بأي وقت من الأوقات، يعني أنت شخص مخول عندك يوزر باسورد تريد تدخل إلى موقع كلية العراق الجامعة، راح تدخل إلى الموقع بأي وقت من الأوقات. تمام، الريسورس هاردوير سوفتوير تيليكومنيكيشن انفورميشن وهكذا. نجي على الكونفيدنشالتي. الكونفيدنشالتي نفس ما عرفنا التعريف مالتها سرية البيانات، هنا كاتب لي need for keeping information secret arises from use of computers in sensitive fields such as government and industry. أنا أريد أسوي سرية للبيانات مالتي، البيانات الداتا موجودة مثلا داخل كلية العراق الجامعة درجات الطلاب، أنت شخص مخول عندك يوزر وباسورد. أوكي، شلون أسوي آلية mechanisms؟ نفس ما ضربنا استوى المثال، قلت لك هذا الـ TX شخص المرسل وهذا المستلم، أريد أدز البيانات مالتنا بحيث هذا الطرف الثالث ما راح يفتهم هاي البيانات إذا حصل عليها. إيش راح أسوي الآلية؟ أسوي لك كريبتوغرافي. أوكي، فهذا راح آلية لحماية البيانات مالتي بالكونفيدنشالتي اللي هو الكريبتوغرافي. اكزامبل منطين هنا انكريبت انكم تاكس ريتير او السالري سليب وهكذا. هذا الاكزامبل عليها البيانات الماليه او بيانات درجات الطلاب او هكذا، فايل كامل هنا نسوي له كريبتوغرافي. هذا السطر الاخير مهم، يقول اذا صار لوست through unauthorized disclosure of information. اوكي، اذا جبت لك تعريف الكونفيدنشالتي راح تكتب لي التعريف مالتها اللي هو الشخص المخول، اذا قلت لك lost of confidentiality. اوكي، يعني بعد ما حافظت على السريه، اذا ما حافظت على السريه يعني شخص شنو؟ غير مخول، شخص غير مخول اللي هو unauthorized person. lost through unauthorized person ايش راح يسوي؟ يسوي disclosure of information، راح يصرح على الانفورميشن مالتي. الانتجريتي عرفنا الانتجريتي اللي هو سلامة البيانات، سلامة البيانات منين؟ من التشينج الموديفيكيشن الالتريشن وهكذا، اي تعديل عليها تكون البيانات سليمة. هذا شخص الانتجريتي شخص مخول يدخل البيانات ويعدل وضيف. بالانتجريتي يقول prevent unauthorized change to the data، راح امنع الاشخاص الغير مخولين حتى يسوون change للداتا مالتي، تعديل على البيانات مالتنا. شلون امنعهم؟ راح اسوي authentication. نجي نشرح شنو الفرق بين الاوثنتيكيشن وشنو الفرق بين الاوثرايزيشن. وبعدين نرجع للسلايد مالتنا.
أدي مصطلحين مهمة اللي هو الأو الأوثنتيكيشن والأوثرايزيشن. الأوثنتيكيشن بصورة بسيطة اللي هو who you are. اوكي، الاوثرايزيشن وات يو كان دو. خلينا نجي نرسم ونفهم اكثر، التعريف مالتها يكون اسهل. مثلا عندي هذا الموقع، موقع كلية العراق الجامعة، بيوزر وبهذا الباسورد، هذا اليوزر وهذا الباسورد. جيت دخلت على الموقع، لازم تكتب اليوزر مالتك وتكتب الباسورد مالتك. إذن هذا الاوثنتيكيشن جاي يقول لك، يسألك هو يو ار، بالبداية لازم تكتب اليوزر مالتك وتكتب الباسورد. بعدها إذا تأكد أنه أنت الشخص المخول، أوكي، تأكد من عندك تمت عملية المصادقة، راح تدخل للنظام. دخلت للنظام، هاي راح تكون عملية الاوثرايزيشن. الاوثرايزيشن يعني معناتها what permission do you have. خلنا نعدل هاي العفو. What permission do you have؟ يعني شنو الصلاحيات اللي تقدر تعدل بالموقع عليها؟ صلاحياتك أنت كشخص مخول، كطالب، تقدر تشوف الدرجات مالتك وتحمل السلايدات وتطبع، فقط لا شغلات، أوكي؟ هذا الشخص الـ authorization. يعني الـ authentication يجي بالبداية وبعدها الـ authorization. الـ authentication لازم تتم عملية المصادقة، أدخل اليوزر والباسورد مالتي. Who you are. بعدها إذا تمت المصادقة بنجاح، أوكي، فراح يصير عملية الأوثرايزيشن. الأوثرايزيشن شنو الصلاحيات اللي تقدر تسويها داخل الموقع؟ كل واحد له صلاحيات محددة. واضح هذا السلايد؟ اللي هي الفرق بين الاوثنتيكيشن والفرق بين الاوثرايزيشن. فالانتجريتي راح امنع الشخص الغير مخول حتى من التشينج تو ذا داتا. الاشخاص الغير مخولين راح امنعهم يسوون تشينج تو ذا داتا. هنا معطينا example يقول newspaper print information leak from White House and gives wrong source. شلون هنا مثلا جرايد او اي موقع معين مخترقينه ويبثون معلومات مزيفه، مسوي لهم modification. اي عمليه تغيير، قلنا اي عمليه تغيير خليها ببالك، هي عباره عن integrity. اوكي، البيانات لازم تكون correctness and trustworthiness، يعني عمليات موثوقة وصحيحة. شغلتين لازم تكون بالانتجريتي، لازم أحافظ عليهم. نفس الحالة إذا جالك تعريف الانتجريتي راح تقول الشخص المخول. إذا قلت لك lost of integrity، نجي نكتبها هنا، إذا كان التعريف lost of فراح يكون السطر الأخير. يقول lost through unauthorized، الشخص الغير مخول هسه، ما دام lost يعني فقدت أنا سلامة البيانات، يعني الشخص الغير مخول ايش راح يسوي؟ modification للداتا أو destruction of information،
أو يدمر البيانات مالتي. الافيلابيلتي البيانات متاحة للشخص المخول، هذا التعريف مالتها، البيانات متاحة للشخص المخول في أي وقت من الأوقات. يقول to ensure timely and reliable access to and use of information. يعني أنا عندي موقع كلية العراق الجامعة، أريد أدخله بأي وقت من الأوقات، لازم يكون الموقع اللي متاح. إذا صار أي خلل بالموقع ما قدرت أوصل له، فهذا الموقع راح يكون unreliable، غير موثوق به. أوكي، يعني السيستم ما ضعيف، هاي احتمال واحد. الاحتمال الثاني صار عليه attacks ووقف. الاتاكس قلنا بالافيلابيلتي اللي هو دي او اس، دينايل اوف سيرفيس. تمام، معطيني هنا اكزامبل. اذا كان عندي بنك وذ تو سيرفر، وان از بلوك اند انذر بروفايدز فولس انفورميشن، يعني هذا بنك الموقع مالته لازم يكون متاح باي وقت من الاوقات. اذا صار عليه بلوك، اجت شخص جهة ثانية سوت موقع مشابه لهذا الموقع البنك، تمام، فراح يصير عملية تزييف للانفورميشن. هذا الموقع يقدرون يوقفونه بال DOS اللي هو Denial of Service، أو بال DDoS اللي هو Distributed Denial of Service. نفس الحالة إذا جالك تعريف Lost of Availability اللي هو Lost through Disruption of Access to Information or Information System، يعني الأشخاص الغير مخولة راح توقف لي هذا النظام. هاي 3 شغلات أساسية حتى احافظ على السكيورتي، انفورميشن سكيورتي، لازم احافظ على 3 شغلات اساسيه اللي هي السي والاي والاي. كل وحده بيها كومبوننت وبيها سيرفيس. هسه راح نجي ناخذ السيرفيس مالتها وشلون نحميها. قلنا بالكونفيدنشالتي لازم انا اسوي اللي هو الكريبتوغرافي حتى احافظ على البيانات مالتي. هسه عندي كومبوننت، الكومبوننت مالتي مثلا الاوثنتيكيشن والاكسس كنترول. الاوثنتيكيشن استوى شرحناها، قلنا عمليه الدخول للنظام هو يو ار، لازم اتاكد هذا الشخص هو الشخص المعني، هو الشخص الاوثرايز بيرسون. شلون اتاكد من عنده؟ راح اسوي له اكسس كنترول، يعني راح اسوي له يوزر وباسورد. اوكي، حتى شنو؟ امنع الاشخاص الغير مخوله من الدخول للنظام، بريفنت ديسكلوجر تو ان اوثرايز بارتيز. اسوي له اوثنتيكيشن، راح يدخل للنظام، بعدين انطيه صلاحيات. هاي الصلاحيات كل واحد صلاحيات تختلف عن الثاني، اللي هي الاوثرايزيشن. بالديتا انتجريتي، الديتا انتجريتي لازم احافظ على البيانات مالتي من اي موديفيكيشن، من اي تشينج، من اي اضافه، من اي تعديل، وهكذا. فعندي يا اما اسوي لها اوثنتيكيشن نفس الحاله بالبدايه، اتشيك اليوزر والباسورد، وبعدين اتشيك الاوثرايزيشن كل واحد الصلاحيات مالته حتى اعرف منو جاي يغير بهاي النظام. النقطة الثانية اللي هي النون ريبيتيشن اللي هو عدم الانكار، يعني مثلا عندي شخص هذا المرسل تي اكس وهذا الار اكس، من ادز رسالة من اي الى بي، من يستلمها عدم انكار هاي الرساله، يعني بالواتساب، خلينا نفرض مثال بالواتساب افضل. دزيت رساله مثلا السجاد، من صار عليها علامتين هيك وصلت السجاد، بعد انا ما اقدر انكر انه هاي الرساله وصلت من عندي، وبلغته قلت له مثلا المحاضره الساعه بال10:30. اوكي، ما اقدر انكر هاي الرساله، ومن توصل السجاد هو ما يقدر ينكر انه الرساله وصلت له، فالسيستم راح يكون مور ريلايبل between the sender والreceiver. اوكي،
كإرسال وكاستلام، اثنيناتهم عدم إنكار بالنسبة للمسج مالته. الافيلابيلتي، الافيلابيلتي الريسورس مالتي، الريسورس والديتا لازم تكون افيلابل تو اوثورايز يوزر. اوكي، اذا صارت ان افيلابل البيانات مالتي يعني صار عليها اتاكس، صار عليها انتربشن، قطع بالبيانات مالتنا. سؤال، اي اتاكس راح يكون على افيلابيلتي اللي هو دي او اس، دينايل اوف سيرفيس. جيد، الآن نجي على موضوع مهم، اللي هو security السكيورتي ميكانيزمز. اوكي، انا لازم احافظ على السي والاي والاي. شنو هاي الميكانيزمز؟ لازم اقدمها. عندي واحد اللي هو الانسايفرمنت، اللي هو التشفير. هاي الخدمة راح اقدمها لمن؟ راح اقدمها confidentiality. اوكي، احد التقنيات المستخدمه بالconfidentiality، يعني راح بالانسايفرمنت اللي هي التشفير راح احول النص المقروء الى نص مشفر غير مقروء. اثنين اللي هو الديجيتال، الديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر راح نتكلم عليها بالانتجريتي، هاي انتجريتي. اوكي، شلون اضمن ان السيستم مالتي فقط الدخول راح يكون للاشخاص المخولين فقط؟ ديجيتال سيجنتشر مثلا الوثيقه مالتك راح يوقع هنا عليها عميد الكليه، بتروح تريد تصادقها اوكي بالخارجيه، راح يشيكون بالداتابيس مالتهم، عندهم التوقيع مال عميد كلية العراق الجامعة، وهي التوقيع الجديد الموجود بالوثيقة مالتك. إذا صار أي اختلاف به، أوكي هذا مثال بسيط عليه، إذا صار أي اختلاف فراح يرفضون هاي المعاملة مالتك. إذا نفسه لا والله داتابيس ونفس التوقيع، أوكي هذا صحيح. فهذا الديجيتال سيجنتشر راح نتكلم عليها بالانتجريتي. ثلاثة، الخدمة الثالثة اللي هي الأكسس كنترول. الأكسس كنترول ممكن نصنفها بالأفيلابيلتي وممكن نصنفها بالإنتجريتي. شلون أضمن أن السيستم الدخول فقط راح يكون للأشخاص المخولين؟ أوكي، شلون أحقق ذلك؟ الاكسس كنترول قلت لك شلون اضمن السيستم راح يكون الدخول الى فقط الاشخاص المخوله. شلون احقق هاي الشروط؟ عن طريق الايدنتيفايد، ايدنتيفايد. اوكي، لازم احدد الهويه مالته وبعدين اسوي له اوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن احتاج يوزر مثلا وباسورد، عملية اللوجن. الميكانيزم الرابعة اللي هي الديتا، ديتا انتجريتي. ديتا انتجريتي شلون اضمن الديتا مالتي سليمة وما عليها اي تعديل؟
اوكي، هاي بالنسبه ميكانيزمز الرابعه. الخامسه اللي هو ترافيك بادينج. ترافيك بادينج هذا يفيدني بالنتورك، شلون احافظ على البيانات مالتي المرسله، ايش راح اضيف لها؟ اضيف لها بيانات وهميه. هاي البيانات الوهميه حتى اصعب على المخترق، على الهكر. يعني البيانات مالتي انا مو راح احول المسج مالتي الى 01، راح اضيف بيانات وهميه مثلا رموز او بيانات اضافيه داخل هذا النص حتى اصعب العمليه على الشخص المخترق. الآن نرجع للسلايدات مالتنا، عندنا levels of impact، مستويات التأثير. We can define three levels of impact from a security breach. عملية الاختراق مالتي والخرق الأمني عندي three levels. مرة أقول على levels مالتي low، أوكي، ومرة أقول عليه moderate، مرة أقول عليه high. بالconfidentiality مثلا، سرية البيانات، مرة أقول عليها لو عادية عادي حتى لو تنكشف، ومرة أقول لا بيانات حساسة هاي، فمستويات التأثير عليها راح يكون هاي، ومرة أقول عليها مودريت. خلينا نشوف شنو تعريف اللو وشنو المودريت وشنو الهاي. Security breach low impact. مطين اكزامبل هنا يقول last year exam questions exposed. أسئلة امتحان العام الماضي كشفت. اوكي، فهاي من تنكشف الاسئله مال العام الماضي تاثيرها ضعيف، لو امباكت، مو فد اهميه. تمام. المودريت البنج اند ايدنتيتي ديتيلز اكسبوزد، هاي مودريت امباكت ونقدر نقول عليه هاي امباكت. مودريت امباكت البيانات مالتك مثلا ماستر كارد ضاعت، مباشرة تقدر تتصل بالكوستمر سيرفيس يوقفوها مباشرة. الهاي امباكت اسرار دولة ستيت سيكريت، راح تكون بيانات حساسة ومهمة. اول البارحة اعتقد الشركات الروسية اخترقت الوكالة الفيدرالية الامريكية، يعني هاي تعتبر اسرار دولة، فراح نصنفها هاي امباكت. اوكي، هسه عرفنا الفرق بين اللو والمودريت والهاي امباكت. راح نجي نصنفهم على ثلاث اشياء اساسيه اللي هي السي والهاي والاي. نجي على السي اللي هي الكونفيدنشالتي. راح نجي ناخذ مثال، مثالنا هو ستودنت جريدز، درجات طلاب. درجات الطلاب تعتبر لازم سريه البيانات كونفيدنشالتي. اوكي، يمتى اقول عليه هاي ويمتى اقول مودريت ويمتى اقول لو. الهاي كونفيدنشالتي درجات، الدرجات راح تكون افيلبل للستودنت، للطالب، لان هو شخص مخول عنده يوزر باسورد، وراح تكون مثلا ينطي اليوزر الباسورد لاهله او موظفين كليه العراق الجامعه، موظفين الاي تي. اوكي، اي خرق راح يصير بهاي البيانات راح يكون هاي كونفيدنشالتي. المودريت سريه البيانات، مثلا عمليه الانرولمنت، عمليه التسجيل، اريد اسجل كليه العراق الجامعه، عمليه التسجيل هاي راح تكون مودريت وسط. لو امباكت، لو كونفيدنشالتي امباكت، اللي هي الدايركتوري انفورميشن. مثلا انا شخص مو بكلية العراق الجامعة، أريد أسجل بهاي الكلية، راح أدخل على الموقع، راح أشوف الديبارتمنت مالتها، راح أشوف الفاكولتي، ستودنت، وهكذا. دخلت للموقع مثلا، هذا موقع كلية العراق الجامعة، أنا شخص هسه خارج الكلية مثلا، مو بالكلية، أريد أسجل عليها مرحلة أولى، جيت أريد أشوف الأقسام مالتها، أريد أشوف الأقساط، أريد أشوف الأساتذة اللي يدرسون وهكذا. هاي
هاي تعتبر لو كونفيدنشاليتي. اوكي، اما درجات البيانات هاي تعتبر لا، هاي كونفيدنشاليتي. الانتجريتي، انتجريتي نفس ما قلت لك، البيانات مخولة نقدر نفوت عليها فقط الأشخاص المخولين، هاي البيانات لازم prevent any modification، أمنع أي تغيير عليها أو تعديل. نضرب مثال هنا، patient information، بيانات مريض. يمت أقول هاي ويمت أقول medium أو moderate ويمت أقول low. الـ high requirement for integrity الميديكال داتابيس. خلينا نعطيك هنا مثال حتى تكون واضحة. عندي أنا مستشفى A، مستشفى 1 ومستشفى رقم 2. خلينا نفرض هنا عندي أنا حكومة إلكترونية، هذا المريض إجي راجع مستشفى 1، كتبوا له وصفة وعلاج خلال مثلا شهر معين، كتبوا له 1 2 3. بعد شهر اجى راجع مستشفى الثاني، من كتبوا اسمه كتبوا الاي دي مالته وكتبوا العام تفاصيل، طلعت البيانات مالته، بس هنا شنو صار عليها؟ معدلين عليها، بدل مثلا ما عدى هذا مرض معين مبدلين الوصفه مالته، بحيث من راح يوصف للدكتور الثاني العلاج راح يوصف له بصوره خاطئه. ليش؟ لان مغيرين الداتا بيس مالته. إذا غيروا الداتا بيس مالته، إذا falsified or inaccurate، أوكي، هذا راح يكون high impact. فشو راح يجي لك السؤال؟ راح أعطيك أنا جملة معينة أو سيناريو، أقول لك مثلا عندي بنك أو مستشفى وغيرت بالداتا بيس between A و B، أوكي، high low moderate، فراح تكون أكيد high impact of integrity. الميديوم المودريت انتجريتي، مثلا عندي ويب سايت معين، اوكي، مسوي انا ويب سايت معين وجاي نناقش مواضيع معينه، اطباء هنا، انا هسه هذا الموقع فقط الى اطباء البصره، وجاي يناقشون موضوع مثلا فيروس كورونا. هاي البيانات اذا كانت صحيحه او خاطئه وكشفت، مو فشي مهم، مودريت، اوكي، ما راح تاثر. اللو ريكويرمنت فور انتجريتي اللي هي عمليه الكويشنير، مثلا انا راجعت مستشفى اي، راجعت هاي المستشفى ودائما يراجعوا كل الناس يراجعون مستشفى اي، وردت اسوي عليها كويشنير، ردت اشوف اراء الناس بيها، انطيت بعض الاوراق وسويت تصويت الكتروني وخليتها بهذا الموقع 1 2 3 4 وهكذا، واحد مقيمها 40، واحد مقيمها 70، واحد مقيمها 80 وهكذا. اذا اجيت وعدلت عليها، عدلت على هذا التقييم، اجى مثلا هذا الهكر وعدلها على هذا التقييم، اكو فد مشكله الامباكت مالته؟ لا، المشكله مالته راح تكون لو ريكويرمنت for integrity، يعني مو ذات أهمية. أهم شيء عندي أنا الـ high requirement for integrity اللي هو الـ database مال medical system. هاي بالنسبة للـ integrity. الـ availability، الـ availability قبل لا ندخل باللو بالـ high والـ moderate والـ low، قلت لك الـ availability التعريف مالتها البيانات متاحة للأشخاص المخولين بأي وقت من الأوقات، السيستم لازم يكون موجود بأي وقت من الأوقات، يمتى أقول عليه هذا high availability. إذا كان عندي authentication service مثلا عندي two bank، خلينا نجي نرسم هنا، عندي مثلا هذا بنك
واريد اسوي عمليه تحويل مالي. قلت لك الافيلابيلتي البيانات متاحه للشخص المخول باي وقت من الاوقات. اذا صار عندي انتربشن اوكي وبيانات حساسه اللي انا رايدهن، فهذا راح يكون هاي امباكت افيلابيلتي. المودريت كولج ويب سايت مثلا، موقع كليه العراق الجامعه وقف 4 ساعات او 5 ساعات لغرض الصيانه، اوكي مو فهد مشكلة، الطالب راح ينتظر خلال هاي فترة الصيانة وبعدين يرجع، فراح أصنفه من ضمن المودريت. أما اللو افيلابيلتي اللي هو عندنا مواقع موجودة اللي نسميها أونلاين فون دايركتوري، هاي المواقع الموجودة تدخل أي رقم وتريد تشوفه من أي دولة، تريد تشوف الآي بي مالته وهكذا. هذا إذا صار عليه مثلا انتربت، انقطاع بالبيانات مالته، راح أصنفه من ضمن low availability. واضح؟ 3 website. الويب سايت الأول bank high availability. الويب سايت الثاني عبارة عن college website moderate. الويب سايت الثالث اللي هو ال online phone directory صنفته من ضمن ال low availability. عندي هذا السلايد اللي هو البوليسي والسيرفيس والميكانيزمز. البوليسي السكيورتي بوليسي از ستيتمنت اوف وات از اند وات از نوت الاود. يعني البوليسي فقط الاشخاص المخوله، فقط الاشخاص المخولين كان انتر ذس اريا. اوكي نرجع نضرب المثال مال كليه العراق الجامعه، هذا الموقع فقط الأشخاص المخولين يقدرون يدخلون على هذا النظام، عندهم يوزر وعندهم باسورد. أوكي هذا البوليسي. سيرفيس is a measure to implement a policy. سيرفيس راح أسوي تطبيق على مود أطبق الـ implement a policy. شلون أطبقها؟ راح أسوي authenticate، راح أسوي authentication، لازم يدخل اليوزر ويدخل الباسورد مالته حتى امنع الاشخاص الغير مخولين للدخول للنظام access to the area. الميكانيزم اللي استوى اخذناهن تزمين to provide. اوكي راح يدعم السيرفيس. شلون يدعمها؟ الميكانيزمز مثلا الفينجر برنت او الكريبتوغرافي او الديجيتال سيجنتشر وهكذا، هذا راح يدعم عمليه السيرفيس. انا على مود اسوي لي نظام مور سكيورتي مثلا، جيت بنيت هذا النظام مالتي بين المرسل وبين المستلم، اريد اخليه مور سكيورتي. اول شيء حافظت على الكونفيدنشالتي، شلون حافظت عليها؟ سويت كريبتوغرافي وبعدين سويت فينجر برنت او سويت ديجيتال سيجنتشر، يعني طبقت السيرفيس، طبقت البوليسي، طبقت الميكانيزمز، 3 شغلات. اذا طبقت السيرفيس لازم تسوي يوزر وباسورد، اوكي سويت اوثنتيكيشن، بعدين سويت صلاحيات. صح انت شخص مخول بس لك صلاحيات تقوم بها، اوكي سويت اوثرايز. بعد الاوثرايز سويت عمليه تحليل للبيانات اللي اخذناها بالانتجريتي، كان نوت ديناي اللي هو النون ريبيتيشن وهكذا. بس هنا عندي Model for Network Security. إذا قال لي سؤال هنا، نجي نكتب هذا السؤال Questions Draw the model of network security. Draw the model for network security. أو
سؤال: design an architecture algorithm that opponent cannot defeat. generate، بعدين نعطي نقطة ثانية يقول generate keep the secret information to be used with the algorithm أو develop method for disrupting secret information. specify a protocol to be used. اوكي، هاي النقاط كلها هي عبارة عن سؤال. نجي نشوف الحل مالته. الحل مالته هذا، إذا قلت لك draw the model of network security راح تيجي ترسم لي هذا، أو انطيتك قلت لك design an architecture algorithm وهكذا. نجي نشوف هذا، قل لي صمم لي نظام more security between sender و receiver. جيت رسمت هذا المسج، هذا السندر وهذا الرسيفر وهذا الانسكيور شانل اللي هو الابوننت. شلون نصمم هذا النظام على مود يصير مور سكيورتي؟ هاي السكرت المسج سويت لها سكرت انفورميشن، شفرتها، سويت لها كريبتوغرافي. اوكي، صارت سكيور مسج، نص غير مفهوم، حولته من نص مفهوم الى نص غير مفهوم. دزيته بانسكيور شانل، دزيته بانسكيور شانل، وصلت سكرت مسج، سويتها ديكريبشن، استلمها الطرف اللي هو الرسي. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، هذا الهكر ما قدر يعرف هاي المسج، سوى انتربت قطع البيانات مالتي بين السندر والرسيفر. هذا قلنا اضعف الايمان، ما قدر مثلا يخترقني وما يقدر يعرف المسج، سوى انتربت قطع البيانات بين السندر والرسيفر. حتى انا اسوي سيستم مالتي مور سكيورتي، سويت خليت هذا طرف ثالث، ثيرد بارتي. اوكي، البيانات مالتي راح تكون هنا مثلا. خلينا نجي نرسم، أنا عندي بنك وعندي عملية تحويل مالي بين الـ A وبين الـ B، لازم تكون هاي عملية تحويل مالي مستمرة. جيت أردد هاي البيانات، صار قطع هنا، ما راح انتظر. فكل الأنظمة ايش راح تسوي؟ تخلي لها احتياط. أوكي، هذا الاحتياط اللي هو الباك أب، خلينا نقول مثلا نقول سي، البيانات مالتي نفسها هي هنا راح تكون. اوكي، اذا صار قطع هنا راح يصير عملية التحويل بين السي والبي وهكذا. اعطيك مثال ثاني، اذا اشوف ابراج الاتصالات الموجودة بالشارع، يلا خلينا نجي نرسم هنا ابراج الاتصالات، شوف انتنا هيك وحدة، انتنا هنا اثنين، وهذا البرج هم بي انتنة فوق وانتنة جواها. ليش خالين هاي الانتنة؟ هذا المايكرويف. بالنسبة للمايكرويف، هو شنو دوره هذا المايكرويف؟ يشيل المكالمات من السكتر، ينقلها من مكان لمكان. اوكي، ليش خالين واحد اثنين؟ ليش ما خالين بس واحد؟ هذا اذا صار انقطاع هنا، اوكي، فراح تحول على الدايفرسيتي، هذا نسميه المين وهذا الدايفرسيتي، بحيث هذا راح يكون شغال. اوكي، فراح اخلي احتياط. بالنسبه لهذا السكيورتي مالتنا، صممنا هذا النظام مور سكيورتي، اوكي، لازم اخلي احتياط ثاني، دايفرسيتي او ثيرد بارتي. خليت هذا تيرست ثيرد بارتي، خليت البيانات والداتابيس عنده على مود يسوي التحويل بين السي وبين البي. اوكي، هذا جواب هذا السؤال. بس الرسم مالته ترسم لي هذا. عندي هنا two types of program threads. هنا يجي لك سؤال مثلا يقول لك explain the types of program threads. راح تقول لهم information access threads والsurface threads. الinformation access threads اللي هي corrupting of data by injecting malicious code. عندي كود برمجي فقط راح اضيف له كود خبيث اللي هو malicious code
عملية حقن مليشيس كود داخل الكود مالتي الأصلي، راح يصير عليه تهديد الانفورميشن اكسس ثريتس. السيرفيس ثريتس اللي هو الفيروس، اوكي، اكسبلوز سيرفيس فلوز، راح يسوي يستغل نقطة الضعف الموجودة بالكمبيوتر، اوكي، اللي هو الفيروس. اكزامبل عليه عبارة عن سوفت وير اتاكس. هاي بالنسبة للجنرال سكيورتي اكسس موديل، اللي هو الابوننت الهيومن والسوفت وير اللي هو الفيروس او الورمز او اي شيء. هذا الاكسس شانل احنا نقول عليه الانسكيور شانل، على مود امنع الفيروس او الشخص الغير مخول. ايش راح اخلي؟ خلي مثلا فاير وول. هنا عندي سؤال مهم، هذا السؤال كتبه وياي، يقول questions، خلنا نجي نكتب هنا how to protect information how to protect information from unwanted access. شلون احافظ على البيانات مالتي من الاشخاص الغير مخولين، ال unauthorized person او ال unwanted access. شغلتين security mechanisms for controlling unwanted access into two categories. واحد راح اخلي يوزر اللي هو اللوجن يوزر باسورد، select appropriate gatekeeper function to identify user. For example، يعني راح اخلي للسيستم مالتي يوزر وراح اخلي له باسورد حتى امنع الاشخاص الغير مخولين. النقطة الثانية، implement security control to ensure only authorized user access designated information or resource. For example، monitor activities. يعني انا دخل الشخص المخول، هذا الشخص خلى اليوزر مالته وخلى الباسورد، دخل للنظام الى صلاحيات يقوم بها، راح اسوي كنترول للسيستم مالتي، اسوي مونيتر واشوف الاشخاص المخوله ما هي العمليات اللي تقوم بها الاشخاص المخولين. راح اسوي مونيتر اكتيفيتيز وبعدين اسوي لها اناليسيس، اوكي، حتى امنع اسوي ديتكت الاشخاص الغير مخولين. هاي نقطتين مهمة جدا. نجي نكتب السؤال هنا questions، يقول how to protect information from unwanted access. واحد هذا السوليوشن مالته gatekeeper function، اوكي، include password based login. نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين اللي هي screening logic، that is designed
to detect and reject راح يسوي reject element للفيروس by viruses. اوكي او other similar attacks. هذا جواب سؤال how to protect information from unwanted access. واحد login, ثاني screen logic that is designed to detect and reject virus or a similar attacks.